صباح النور وصباح الفل والياسمين ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الواحد عاش وشاف هالمنظر <applause> عشت وشفت اللي تاجرات نتاع مارويا مدهونين ما همش لوح كيما كانوا حسيلو حبيت نوريكم ماني يعني هابتا هابطه مشيت وصلت لاولاد ولقيتهم في الكراج ما شفتهمش ما شفتهمش البارح راجلي ساهر عليهم ساهر عليهم يعني في الليل بعد ما روح من الخدمه قلت له راه قلت له خلينا خاطر بابا باش يكري كل كومبريسور ولا شنو ولا كل متاع الدهينه البنات قلت تو اذا بابا في ساعه معناها بك الوحده نتاع الدهنه وحتى اللي باش يعملوا الدراسين دريسين قالوا لي هات نهز دي نغلفوهم يا ندهنهم كا وراجي شد صحيح قال نحب اني نعملهم يعمل جو راجي على حاجتها كوما خصنا قال ما فيهم شكل كالتعطيلات ليه تعرفتوا طرف لوح باش يدهنوا قلت له عاد دهنتهم من قبل على شك هيك. حاسيلو دهنه مع لولا قال لي اني ندهنه هو لوح يشرب اني ندهنه وكل لوح يشرب استهلك كبار دهن ليهم ظهر لي كان غلفتهم احسن لي كان آه كاو حاسيلو عملهم الكوش آه في الليل بيتهم بيض وراهم لي في في التصويره بيض وكل فاز صباح قال لي سيرين رجع صفر تصدم حاسيلو روح من غدوه كيف كيف عملهم كوش اخرى قال لي كيك لازمتهم اعلق قليلة على قيلة ثلاثة كوشات باش هيك معناها يمشي فيهم معناها الدهن كاهو الحمد لله المهم عملهم وحاجة والواحد ارتاح منها خاصة اني اللي كنت معطلة كما قلت لكم عنده برشا نحيهم نعملهم ما تشجعت كان البارح باش نحيتهم هكا بعد ما حضرت فطور الصباح تلهيت مع الصغار وكل تقريبا لهني التسعة فما متتبع تقول يا سيرين من عم ناول اللي تقول يا سيرين بربك تجي تبدأ تحكي في روتين أقول لنا على الوقت ما فهمتش شنو تفرق لما حالة أما مش مشكلة هوك تسعة تسعة بديت اليوم القضية خاطرني خرجت مشيت للمدرسة ومشيت ل... مشيت للمدرسة مشيت للروضة وما خرجتش قضيت اليوم كل شي عندي في الدار البارح خرجت مشيت للدجاج هكا هو آه... نقوم نقوم هكاك اليوم قمت ستة ونص خاطر رجعت للصغار أنس عنده محفوظات وقرآن وسالم عنده عنده زد كيف كيف موسيقية يعني تربية موسيقية عرفتوا كل العكسيات البنات والله العظيم عكسيات ما نحكي لكم مش في المحفوظات سالم عندهم زوز زوز محفوظات معناها زوز زوز وحيد باش يحفظوهم حفظته عنده عنده واحدة حافظها من المرة اللي فاتت وخرج عليها وديجا كتبت له معناها على ال... على الكراسة اللي هي معناها خرجت وكل شيء وحطته الملاحظات متاحة وعطتهم محفوظات جديدة على اساس هذيك معناها باش باش يعدي عليها قلت اللولة عدي عليها سيء حفظت اللولة وكل شيء حفظت اللولة كيف عندهم ثلاثة هما سامحوني ثلاثة محفوظات محفوظات، أكا وكي عملت لهم عملت لهم كم القرعة، جيتوا اللولة أول واحدة اللي عدى عليها، و... وما جاش البال إنه باش يراجعها حتى قلت له يا سيدي مرجعها، قال لي ما ديك طلعت عليها ما ما تعاودش تجيب لنا تجيب لنا الصعيبة، يا أخي جاتو على القديمة، وزادة كيف كيف اليوم في اليوم في الموسيقية، آه البارح في الليل. البارح في الليل فقت انه عندهم عنده زوز انشودات ما هوش ملصقهم في الكراسة وما قليش عليهم هو يقرأ عند معلمة مرة في الجمعة معناه كل شيء ما عطاتوش المعلمه ما عطاتوش الانشوده هذيك عطاتها له معلمه اخرى لقيتها في كتاب في كتاب عطاتها له من قبل بنهار ولا من عش كيفاش ما فقدش بها بالرغم ديما نتفقد له كتبه كل صور يعني غدوه باش يعدي الامتحان اني قبلها في الليل ل11 نتاع الليل بعد ما كمل القرايه وكمل الحفيظه وكمل له التربيه الاسلاميه خاطر كتابي وكل شيء نهار الجمعه نفيق إن انه في الجروب معناها حكاية ونسيق قلت لهم ربي هذيك هي معناها الانشوده هيك هي قالوا لي لا راه فما زوج انشودات اخرين جيت اللوج نلقاهم بالحق تصاوروا انتم ما حداش متاع لي ولدي يحفظ حفظ زوج انشودات والوحيده اللي ما رجعت ما رجعتهاش لي خاطر سهل يمكن فيها اربع سطور جيت وهي في القرعه <applause> ما نحكي لكمش على يعني عرفتك التعب الكل وكل اللي حفظتهم الكل تحسهم زايدين هو اللي ما حالهم الزايدين هذوكم يعني اني نحس الدور متاع المحفوظات ولا تربية موسيقية وكل دورهم انهم يخليوا معناه الصغير يحفظ والمخ يخدم فما معناه تنمية وفما وراها معناه حاجة مش حكاية فارغة وكل اما عرفتوا كل اكستريس وكل شيء خاصة البارح في الليل حتى شمتع اللي نحفظ فيه في المحلة سالم أبرك يعني ما يقلقنيش في الحفيظة يحفظ وحده أما حاطة بحذيه التليفون وحاطينها شفت كيفاش الطريقة معناها متاع معناها كيفاش الموسيقى متاحة وحفظتها معاه ولونتها وهو ورسمها وهي متاع فصل الشتاء رسمتها ولونتها الحقيقة هو الحقيقة عملها أماني معاه شوية وكهو عرفتوا كل هاك الكل <applause> زيت في زيت ريتني قعدت على أنشودة دلولة اللي في بالي هو معناها هيك هي باش يعدي عليها خاطر هذيك اللي هذيك اللي جاتو العكسيات العكسيات مش نورمال هكا هو الحمد لله الجمعة هذه أبرك مازال غدوة إني عندي سالم عنده تربية إسلامية كتابي وأنس عنده قراءة جاهرية هذو مزوز ما زوز مازالو نهار جمعة ما الحمد لله اليوم اصلا حتى في القرايه مانيش لا قريتهم لا شيء سالم راجع شويه هكا التربيه الاسلاميه اما انا ما قريتوش قلت خلي يرتاحوا شويه لنهار السبت نبدا معاهم نشوفهم شنو باش يعدي مازالو ما عطاونيش الجدول شنو باش يعدي نهار اثنين ونهار ثلاثه واربعه وكل ربي مع صغيراتنا يا ربي وان شاء الله ان شاء الله ربي معاهم وكا مش في الاعداد ومش في الفائده في انه يجيب شهاده ولا ولا عدد خير من من فلان وفلتين وكل الفائده صغير يكون فاهم يكون يكون عارف الدرس ذاك خاطر كل شيء مربوط ببعضه معناها يكون واخو معناه الباز في السنه الاولى يلقى روحه في السنه الثانيه خاطر تقريب معناه الكماله وبطبيعه زياده عليه يعني كبده صغير فاهم و... ولاقي روحه وكل شيء ان شاء الله يتعداو السنوات الكل كيف بعضهم معناها المهم الكل مش يتبع بعضهم اذا إيه صغير ركزت معاه ملون ان شاء الله بقدره ربي يكمل في نفس ال... في الريتم معناها كاو الحمد لله وكاو مازال الجمعه والواحد يتنفس يتنفس أكاو آه نظفت الكوجينة لبنيت وباش نرد الفطور قلت لكم آه أنا على أساس باش نطيب حاجة بال آه اني على أساس اليوم باش نعمل رز جربي أو آه معناه كنت نعمل رز جربي ما لقيتش عندي سلق المرة اللي فاتت خدت مع وما لقيتش سلق في السوق مشيت آه بعني بعثت آه بعثت راجلي قال لي ما لقيتلكش سلق تلقاه كان في المرشي حبيت روج جربي الحقيقة نعمل روج جربي من بعد قلت يخليني نقص عليهم مبارح عملت خضرة عملت لهم الكسكسي بالكرومب واني عندي اكلة اخرى باش نطيبها زادة بالكسكسي قمح قلت ما مكثرش عليهم خلي نبدل شوية اليوم نعملهم مقارونة يحبوها على الاخر عم عملت لهم مقارونة بالجيش المعشوقة متاعهم قلت غدوة نطيب نطيبها الاكلة لاني حابة عليها أه باش نعمل سلطة عدس زي ده. بصراحة سلطة العدس أه بنا مش نرمال والله بالحق اللي يحب حاجة تنفعه لصحته ولصحة صغاره ما يقطعهاش على الأقل مرتين في الجمعة ما عملتش سلطة عدس أعمل شربة عدس إني يعني الجمعة اللي فاتت عملتها شربة العدس والمرة هذي عملت سلطة عدس غدوة باش نعاود لهم سلطة عدس خاطر حبوها إني يعني تعرف ايه يعني بالنسبه ليا وصغاري جينا بريود نحبوا حاجه البنات نشدوها كل يوم كل يوم كل يوم كنت تذكروا تقريب صيف كامل نعم في صلاه العدس صيف كامل آه وكي نكثر منها نقلق منها ويقلقوا منها صغاري إيه يعني نقص عليها بريود وبعد نرجع لها تو المده هذيه باش نرجع لها خديت البارح كميه متاع عدس واني كي ناخذ العدس حتى بزوز كيلو باش ديما هاو منه ونحط نطيب به نحطه في الرز الجربي نحطه في المقرونه جارية نحطه في مرقه الخضره في في سلطه عدس نعمل شربة عدس نحطه في في كل شيء كل فوائده ومنفعة منفعته اكثر ما كتجيش انا يعني نشوف الدجاج ما نعرفش اني يعني دجاج خاصه دجاجنا اللي بالزرارق صدقوني حتى قالك حتى في الهرمونات نتاع البنات ماهوش باهي برشا الدجاج البنات هوش باهي زيدوا ادخلوا على الروشيرش يولي الحم والحوت اهون معناه وخير اما الغالب تواني كيما صغار يحبوا الدجاج اكثر حاجه فما متتبع قط من مدام صغارك ما يحبوش اللحم اعمل لهم كعابر كعابر لحم ولا تعمل برود ولا حاجه تحط فيه لحم هكا جويد الكعابر نتاع اللحم جربتهم في رمضان كنت تذكروا هكا فما مره عملت معاكم دبارة لوبيا بالكعابر و مش رمضان نعش حسيت مرة عملت حاجة بالحم المفروم ما كلاوها ليش تقريب وقتها لوبيا بالكعابر قعدنا ناكلو فيهم كتلة ايام ما مي... مي... اكل ريتو الكعاب البنات والله حبيت نعملهم رو... امس ايه كي خديت اسكالوب حبيت نعمل قلت نعمل لك ك... كعابر نلقاهم طيبهم مقارونة نطيبهم مرقة طيبهم لوبيا صغاري ما يدوروش بيهم جملة تو طيب اسكالوب هكاك ياكلوه مشرح ومش وياكلوه اما نعملو كعاب لا واش تذكرتها في رمضان هذايا عملت عملت كعابر نتاع اسكالوب ظهرلي وعملت بها مرقة لوبيا بالملح وعملت بها طاجين بالكعابر طاجين قاعدة ثلاثة أيام ناكلو فيه ولو بيضاري زادة قاعدة ثلاثة أيام ناكلو فيها صغاري ما داروش بيهم ما نعرفش عليه تو بالرغم مثال مرقيز وكل يحبو ما الكعاب اللي, اللي تعملو في الدار ما يحبوش ما يحبوهاش اخر مره نذكر عملتهم عملتهم سكالوب صافي معناه ما تقولوش تحط فيهم خضره ولا حاجه سكالوب صافي ما ياكلوهمش اما في مرقه خضره والله فكره تو ان شاء الله كان عملت مره جايه مرقه خضره ولا برود ولا حاجة نحط لهم شوية في نقصها طروف طروف اللحم حتى في الرز جربي زادا ما فيقوش بيه كي نقصو طروف طروف ما فيقو فيقوش بيه زادا نمشي للمرشي ناخد شوية لحم ان شاء الله حاول كيفاش ندخلو لهم في الماكله مادام ما برشا لي سيرين راهو لازمتهم المنافع متاع اللحم الله يكرمكم صحيح هو كي تجي تشوف خير ما الدجاج بالفين مره هكا لهني البنات دخلت على على المحله ما عنديش حاجه كبيره كل البيت خاطر نسهروا فيها ونقراو فيها هذيك ننظفها غدوه ان شاء الله تنخرجها البيت ونفرشها لهم بالبيه قلتولي برشا سيرين ناقصه خاطر فرش ترمد الزرابي لقدم زرابيهم معناها الاصليين نتاع الصوف بالحق زرابي هكوما باردين تحسهم تعصيف صيف ما يدفيوش البيت الحقيقه نتاع ربي الحمد لله اني مشريتهمش في بيت سلمى وقتها تحسهم تعصيف ما يدفيوش تغدو نمدك الزرابي الصوف نتاعهم ونفرش لهم بيتهم بالباهي آه. <applause> اني وليت اصلا الـ نحط نحط الشوفاج تتفيلهم البيت حبش نكثر عليه الشوفاج نتاع الضو خاطر ياكل ياسر الضو ولهني البنات رجعت العدس سي تقريب فور ولهني عملت معاكم روسيتا تشوفها العشيه عامله ضجه على الفيسبوك والله لقيت وحده تحكي عليها على الفيسبوك انه هي جربتها ورشحت معها قلت خليني نجربها خاطر بصراحه اني ما نحبش نجرب حاجه تطلع لي فاشله آه ما عرفت كنقول الوقت اللي ضيعته في في تطيب هالحكايه هذيك عملت بها حاجه اخرى تنفخي ديما نحب كي نطيب حاجه يفهمتوا البنات نربحها التطيبه هذيك نربحها مش نجرب حاجه تطلع لي فاشله ما ما نحبش لكن نبدا هيك نعمل في كما قلنا نضرب كيف أخماسي في سداسي ولا كيفاش حتى كي نشوف روسيت ولا حاجه نقول زعما بنينه زعما زعما تنجح هذه بالحق ما جبتهاش فيها انها باش تكون بالطريقه هذه والبنة هذه تتشوفوا تتشوفوا العشيه تنحبط لكم برا مسيلة راي ما فيها حتى شيء وعملت برشا وصفات يشبهولها اما هي كهكا نرش نرش بدينا على الاخر سلم شدي اما عمل هنا كل يوم عمل هنا كل يوم سلمى عجبتها ناس عجبته رجلي قال ليش نية هي دي بالضبط نفهمتهاش اما بنينة. ما عرفهاش نية بالضبط تشوفها هي سهله راه البنات عباره على بريوش اما بطريقه اخرى بنينه ومزيانه ومضخمه وبنينه بنينه بنينه على الاخر نعرفش كان شفتها ولا لا, لا الرساد اما ان شاء الله نعملها لكم العشيه انا هحط فيديو نتاعها العشيه ان شاء الله لاني البنات سلطه العدس سايفه ورده نحط عليه شويه زيت زيتونه شويه ملح شويه كمون ونقص عليه شويه معدنوس شويه بصل و ون... يعني نعمل فيه شويه تن على خاطر صغاري حبوب التن اني نخيره بلاش ناكلو هيك بالمغرفة بنين فماش مقبل منه صدقوني ساعات حتى الصباحة صباح نحب نفطر بيه ما فما برشا يفطروا بالحمص كله فما برشا يعملوا حمص يغليو حمص بالكمون وكله فما اللي يعملوا فول وكل شيء ساعات نقول تنعمل شويه عدس الصباح حقك بالكمون وزيت يقنع مش نورمال غير الواحد البخل وبرا خاصة توا عاد شتي ويا ميتي نلقى هيك نقوم نلقى الطاولة حاضرة مقاهي كحاضرة حاضرة منصوبة حاضرة دنيا بيت بصراحة خديت شوية بصل وشوية معدنوس باش نقصهم لك السلاطة رجعتك اللي عملته الكل حطيتها تخمر اللي عملتها خليتها تخمر على جهة وذيك كعبة ضم بعد ندهن بها وكه نظمت الكوجينة اليوم حبيت مع بعضه نطيب الفطور ونعمل حويجة حلوة باش هكا نقعد نربح قعيدة معناها توكيما البارح قعدت تقريبا كل 4 نيقات وسل جت قلت اليوم خليني نغتنم الفرصة هيك نقعد على بكري نرتاح روحي شوي من كل ساعات نقولها تنقيل ونرقد وكل شيء شيء ما نجمش كان نقيل نقوم في حالة أخرى من المستحسن نقعد هكاك وبعدها وكان نرقد في الليل وكهو ريحة داك المقرونة مش لك الريحة رجعت المعون لبلاستو خاطر باش نغسل المعون غسلت المعون نتاع اللي عملت فيه باش نعمل مسحه خفيفه للكوجينه بكري لميتها وهكا في الاخر نمسحها كي مش بكلهم ملمومين ملمومين ع... ما تتهلكش الكوجينا اما كان تلمينا في فطور وكنا مع بعضنا لا حاله الكوجينة من بعد ناس انس يفطر وسالم يفطر ما عودت لها مسحه اخرى وبره خفيفه اخرى وكهو ال كل البارتير يشعل محلاه ساعات نبخل من من مسحش وساعات في الليل كمثال يتعشى واللمو كا نحسها ناقصه حاجه كي تتمسح تحسها نظيفه وتلمع كاو وكملت عملت تسيقة قدام التراس شويه هكا لك العجاج هكايا ولاني البنات باش نسقي الفطور عملت بزايد اني من فطور من عشي كل العدس عملته شوية الله غالب ما ريتو كل حاجة كي تعملها شوية تجي ما بنها وكلهم يحبوا عليها وكي تعمل حاجة برشة تت... بسيف يأكلوا هيلك كهو عملت كهو هذه هي دبارتي لليوم التحدي متاعنا ما نجحش <applause> واني تعرفوا لبنات الجمعة هدية رجلي ولا يخدم يخدم نهار كامل يروح معناه يروح كان في الليل من الحاجات اللي خلتني نبخل عرفتوا كل مذهبيا نطيب لهم حاجه أه نطيب لهم حاجه سهله وكهو يفطروا منها هما وكهو نقول لها تو مثلا طيب في الليل ولا حاجه بعد نلقى روحي نطيب نقول واش باش نقعد ندخل كوجينة يعني في الليل علاش اما كان جي يفطر لهني أه نطيب عادي معناه نطيب الخضره وكل شيء اما بخلت الجمعه دي بخلت حتى عطا راحت طيب ولد في راحة راحتي نطيب في عقلي كهول لهني باش نحط الفطور ونكمل نمسح الكوجينا شو قداش هما اليوم نعمل غاز باش <applause> نمسح الكوجينا كهو نكمل عندي شويه باش باش نطويه مغير ما غير ما ما غير ما نصور معاكم تبش خاطر كل يوم فما تبش نشرت تبش كيف العادة ودخلت تبش وعملت مسحة خفيفة لك البيت البانو اليوم ما مسحتش دار الجملة عملت بيوت البانو وكاو كيف العادة وكاو الحمد لله نهار اليوم كمل على بكري اليوم تقريبا ماذي ساعة ماذي ساعة كملت كيك نصف نهار ونص كملت كهو. الكيكة والبنات كملت طيبت الفطور سلوما قاعد يقرا طيبت لكم فيديو العشية عملت تحويجة حلوة تهبل 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 هي عاملة ضجة في ال في التيك توك ولا على نعرفش الحقيقة وين عاملتها ضجة بالضبط <applause> أما بالحق ما عمري ما كنت نتخيلها بالبنة هذه ما نعمل فيها ومانيش متأكدة أول مرة نعمل حاجة هيك يعني هيك طائر يعني هيك عاملة ضجة وترند وكل <applause> نعمل تبخيرة للدار، عليها بعد ما تكمل هيكا تعمل تبخيرة. ريحة البخور وريحة هيك حاجة حلوة طابت محلاه الإحساس، قبل نبدا نبدا هكاك نبدا مروحة من القراية نبدا هكا نتمنى ما تبدا عاملة حاجة تبدا عاملة لنا بخور وكل، بالحق دفا 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 مش تعادي. سكر الضوء What? Yep.